بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو من عندك يا برج الجوزاء اللي مهني الاجواء مشحونه ومضطربه وغير مبشره بالخير. تبعك متقلبه وصعبه وما كتسمحش لك بالتعامل معاك بصوره هادئه وكامله. عاطفيا استمع لنصائح شريك واعمل بها، فاذا واظبت على ما انت عليه تكون الخاسر الاكبر. صحيا حاول القيام بالركض ولو 10 دقائق كل يوم فهو مفيد للقلب. الان غادي ننتقلوا عند برج الثور المهني. تسجل تقدما ملموسا باستطاعتك المفاوضه والبحث في التفاصيل وربما تميل الى السفر. عاطفيا تتجاوز الاختلاف في وجهه النظر مع الشريك وغادي تلقى عند ما لا تجده عند أي شخص آخر. صحياً تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لابد منها. الآن غادي نمشي عند برج الحمل المهني. تجابهك تحديات وتسأل وتتأفف من كثرة المسؤوليات. نظم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف. عاطفيا الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددا. عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهم. صحيا ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيا ويخلصك من ترسبات الماضي المزعجة. برج الأسد مهنيا من غير المسموح ارتكاب الأخطاء لأنك بذلك تعرض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. عاطفيا ما من شيء يهدد العلاقة بالشريك. الصبر يؤدي إلى تصويب البوصلة مجددا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية. أما صحيا لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم. برج السرطان غادي ننتقلوا ليه وغنمشيو مهنيا لكتح أمامك حرية التصرف كما تريد وتفاوض بمهارة لكن لا تعرض نفسك الفضائح. أما عاطفيا قوي من غيرة بأساليب مجدية ولا تفشي أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرا. صحيا تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك وإلا دفعت الثمن من صحتك. برج الميزان مهنيا لن تواجه هذا اليوم منافسا قويا ولن تتعثر مساعيك الدؤوب. عاطفيا لا تحاول فرض إرادتك على الشريك بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف. أما صحيا رفه عن نفسك واترك هموم العمل في العمل وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة. لأن غادي ننتقل عند برج العذراء المهني. يتطلب منك الظرف دقة ومرونة في التعامل مع الآخرين. أما عاطفيا القرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك وغادي تلقى راسك غير مضطر لتحديد مسار الأمور في المستقبل القريب. صحيا تباشر المشي مدة ساعة يوميا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك. الآن غادي ننتقل عند برج الجدي المهني. كتواجه بعض العثرات وغادي تجبر مضاعفات الجهود باش تنجح خطواتك. عاطفيا حاول أن تقصر المسافة مع الشريك فهو قادر أن يمنحك الأمان. صحيا تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم سببها البدانة المفرطة والحل هو الحمل أسرع وقت. الآن غادي نمشيو عند برج القوس المهني. اعتراضاتك غير مبررة تثير اشمئزاز الآخرين وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن. أما عاطفيا تمارس تصرفا في غير مكانه لكن تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك. صحيا تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة. برج العقرب مهنيا يشكل جوبيتير مربعا جديدا مع بلوتون وبما أن بلوتون هو كوكبك فقد تشعر بهذه الدبدبات التي تتحدث عن فضيحة ربما أو مشكلة طارئة. عاطفيا عليك أن تحدد مسار العلاقة بالشريك وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوح. صحيا عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك. أما برج الحوت فمهنيا تتوضح الرؤية هذا اليوم ويكف الزملاء عن معاكستك وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك. عاطفيا كتسعى إلى تحقيق إنجازات بارزة وتقدر تنجح في بعض الأمور لكنك قد تفشل في أخرى فكن حذرا. صحيا تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر. الآن غادي نختموا مع برج الدلو المهني. كيف رد عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور وهذا يؤدي حتما إلى تعزيز موقعك العملي سريعا. عاطفي الابتعاد المتكرر عن الشريك يرسم علامات استفهام فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطي ذلك. أما صحيا قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم ولكنك لا تؤثر في وضعك الصحي عموما. كانت هذه أبراجنا ديال اليوم. غادي نوداكم الأمل نلقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. تبقوا على خير.